المرحله القادمه ولا لا تصلح؟ كل دي الملف اللي حط دول كلهم على جنب، ملف المياه. هذا الملف لن يفصل فيه غير محمد حسني مبارك، ومن اخطر الملفات، والوضع واضح، وهناك تحدي من دول المنبع بشكل واضح. احنا هنعمل اللي احنا عايزينه، وهنسلك طريق سلمي ولا طريق قانوني ولا ايه؟ يعني مثلا اخواننا في مجلس الشورى امبارح قال لك ايه؟ اذا استدعى الامر الحرب والسلاح. طبعا تصريحات زي دي، الناس اللي هناك اصلا مش ناقصه، هي علاقتنا بيهم زي الزفت. بالظبط، هتوتر العلاقات اكتر. علاقتنا بيهم سيئه جدا. اما المواطن الاثيوبي ولا المواطن الاوغندي يجي له في جورنان ان مصر قررت ان تحارب لو عملت سد، يا حارب ورينا هتوصل فين؟ هل احنا مستعدين ان نزج بنفسنا، ولا ان الوقت اللي احنا ضيعناه سنين طويله بدون الاهتمام بافريقيا ودول المنبع ولا غيره نلحق نلم دلوقتي؟ نشوف المؤامرات الاسرائيليه اللي موجوده، ونشوف ونروح ونوضب الناس ديت، ونفتح فروع للازهر، ونفتح فروع للجامعات المصريه، ونبتدي نستصلح اراضي، ناخد لنا مليون فدان هنا ومليون فدان هنا، ونبتدي. ما هو ده كل ده زرع وهيرجع لنا، وبيتزرع بميتهم مش بميتنا. محتاج انت الزرع ده، ومحتاج الماشيه دي، ومحتاج اللحمه دي، اشتري من الناس دي حاجات يا اخي. ما انت كده كده بتشتري، بدل ما تروح تجيب اللحمه بالهند، كده كده بتشتري، كده كده بتشتري سكر، كده كده بتشتري بنجر، كده كده بتشتري قطن. اشتري من الناس دي، انعش خزينتهم. الناس دلوقتي يا جماعه ما تعرفش غير لغه المصالح. فانظر حسني مبارك غدا صباحا بعد ان ينتهي من مقابله ابو مازن الى كل هذه الملفات التي تحتاج الى رد، لان المجتمع في الفتره اللي فاتت دي كلها اشياء كثيره، اشياء كثيره، ووصلت للامضى. دعم نقدي ولا عيني؟ التامين الصحي هيتعمل ولا مش هيتعمل؟ معانا فلوس نرفع الحد الادنى؟ ما هي مستنيه. احنا تعودنا دايما ان كل مشاكلنا لازم الحقيقه بتوصل انها لازم قرار من الرئيس او يتدخل الرئيس عشان تتحل. لا، هو كمان بشكل وظيفي كل هذه الاشياء ياخذ فيها الرئيس قرارا، لانه ما يجي حد يقول له ايه والله هنعمل الدعم، لازم قرار الرئيس. الرئيس يكون موافق وفاهم طبعا، وبيتعرض عليه كل الاشياء مع وضد. ففي عيد ميلاد الرئيس هو ليس عيد ميلاد مريح زي أي عيد ميلاد فات. صحيح. هو ليس مريحا، لانه لو قعدنا نرص الملفات ونسال كيف يفكر حسني مبارك في مثل كل هذه الملفات، حضراتكم تفكروا هل هو من النوع اللي هياخد القرار ده ولا القرار ده؟ ناوي يغير الدستور ولا مش هيغيره؟ هيرفع الطوارئ ولا مش هيرفعها؟ لانه خدوا بالكم من حاجه، مع احترامي لكل الاخوه في الحزب الوطني والاخوه في مجلس الشعب، كل الاخوه في مجلس الشعب عندما تكلمهم عن تعديل دستوري او طوارئ او بتاع يقول لك وفي وقت. انما لو اراد محمد حسني مبارك ان يلغي الطوارئ غدا، مجلس الشعب هيلغيها بكره. ده على فكره مش نفاق ولا رياء، ده بالدستور. بالدستور اذا اراد الرئيس تغيير مواد في الدستور، مش ان هم مثلا مجبورين على لا، هو بالدستور يبلغ الرئيس الدكتور احمد فتحي سرور اريد ان اغير هذه المواد. اقعدوا يا جماعه شوفوا هتعملوا فيها ايه. ففي عيد ميلاد الرئيس النهارده هذه الملفات كيف يفكر محمد حسني مبارك؟ احنا محتاجين نتلقى تليفونات من مجموعه من الخبراء والمحللين ونفكر معاهم كيف يفكر الرئيس. معنا الاستاذ اسامه سرايا رئيس تحرير الاهرام. اهلا بيك يا استاذ اسامه. اهلا يا مالي، زي اهلا بيك. استاذ اسامه، النهارده الرئيس راجع يشتغل من القاهره تاني بكره الصبح في الغالب يعني. الحمد لله. لا اظن عندكم الخبر برضه. الحمد لله، الرئيس بيشتغل بقاله فتره، بقاله بحيويه شديده، شاف معظم زعماء العالم العربي، واتكلم في كل الملفات العربيه المفتوحه، واتكلم في ملفات الداخل. وان شاء الله يوم الخميس نشوف الرئيس في عيد العمال كمان ان شاء الله، بيقابل الناس وجها لوجه ان شاء الله في خطاب مهم في احتفال عيد العمال المصري ان شاء الله، نشوفه يوم الخميس بعون الله. تفتكر كيف يفكر حسني مبارك اليوم في عيد ميلاده ال 82؟ كيف يفكر الرئيس؟ ملفات كثيره فتحت في الاونه الاخيره، اقتصاديه ودستوريه وسياسيه واجتماعيه، وقضايا كثيره محتاجه فصل. كيف يفكر؟ تفتكر الرئيس بيفكر ازاي في المستقبل؟ شايف ان كل الاحداث اللي حاصله في مصر دي كلها بتعكس على ان احنا الرئيس حطينا على طريق سليم، وحطينا في بلد يعني بتصور ان احنا فعلا بنتقدم يوميا،
وفي حراك سياسي وفي حيوية اقتصادية في مصر مش موجودة في المنطقة كلها. ان مصر في الثلاث في السنتين اللي فاتوا اللي كان فيهم أزمة غلاء أسعار عالمية وفي أزمة الأزمة العالمية للاقتصاد، كانت من ضمن ثلاث بلاد حققت نمو اقتصادي، يعني ده شيء يشهد له. هي الناس مش حاسة بالنمو قوي يا أستاذ أسامة، ولكن بسأل حضرتك. أنا بس عايز أقول لك على حاجة بس عشان نكون يعني دقاق وعندنا كده تفكير علمي، وده قضية مهمة لازم كل وسائل الإعلام تتناقش فيها بشكل كبير. هل الناس فعلا مش حاسة ولا احنا اللي مش عايزين نحس؟ يعني او احنا عايزين لا، هو انت لو الوضع جيد هننكره ليه؟ لا يا حبيبي، اصل احنا ما عندناش مشكله نمو يا استاذ اسامه، احنا عندنا مشكله عداله في توزيع النمو. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مشكله نمو في بلد زي مصر، المشكله مشكله نمو يا عم. النمو في مصر، احنا ما احناش بلد بتروليه النمو ده هيطلع تحت الارض. احنا بلد عندها تنوع في عمليه الانتاج وفي الاقتصاد وفي الزراعه وكده، فاي نمو بينعكس بشكل اساسي على عمليه التوظف يا عم. والتوظف ده يعني التشغيل، يعني الفلوس بتخش كل بيت في المجتمع المصري. بس ما تنساش ان احنا بلد، يعني احنا كنا سنه 81 عدد سكان مصر 40 مليون، احنا عدد سكان النهارده داخل على 85 مليون يعني. على عموم الملف ده ممكن نخصص له يوم. انا بسال حضرتك كيف ترى، يعني الرئيس هيفكر ازاي؟ ظل القضايا الموجودة. يعني لو تخيلت كيف يفكر الرئيس؟ كيف يفكر الرئيس؟ الرئيس هيفكر في كل الملفات المفتوحة دي ازاي؟ أنا الرئيس الآن يجب أن يشعر، ويجب أن يشعر معه الشعب المصري بارتياح شديد جدا إلى عملية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر. لأن حزمة الإصلاحات اللي الرئيس أطلقها سنة 2005 ثمرها الآن نضجة في المجتمع المصري الى حد. يا استاذ اسامه خليني مثلا اقول لك اسئله مباشره. هل تتوقع قرارات واضحه من الرئيس في مطالب كثيره طلبها الشارع المصري في الايام الاخيره؟ هل تتوقع دي اسئلتي يعني. قول لي، انا اتوقع ان الرئيس مبارك هيواصل ما صار عليه في السنوات الماضيه، لان ما صار عليه في السنوات الماضيه حقق انجازات كبيره للمجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. يعني خلينا نتكلم ان في اكتر من قضيه مفتوحه واكتر من ملف مفتوح. انا هقول معاكي مثلا قضيه، يعني انا عايز اقول لك على حاجه عشان كلامي ده اثبته لك من الناحيه العمليه. من ناحيه ان تقول لي الناس حاسه بالنمو، بقول لك ان الناس حاسه لان معدلات الاستهلاك زايده في المجتمع المصري في كل السلع والخدمات. ده بشكل اساسي، فمعنى ذلك ان الناس حاسه، الناس عايزه مزيد من النمو، الناس عايزه مزيد من النمو. عايزه مزيد من التطلعات السياسيه والاقتصاديه؟ عايزه فعلا، وهذا حقها. ولكن دعنا نقول ان ما حدث في الاقتصاد في مصر كان. طب يا فندم، حضرتك شايف في الفتره اللي جايه هل متوقع ان الرئيس ياخذ مبادره لتغيير مواد في الدستور؟ ده انا بسال فيه. انا كمواطن حتى لا اتوقع ولا ومش موافق ان يحصل تعديلات في الدستور زي كل الهيجان اللي حضرتك شايفه ده. انا شايف ان هو محدود وتاثيره ما هوش عالي في المجتمع، وشايف ان اي تعديلات في الدستور الان قبل الانتخابات هتكون مش حقيقيه ولن يكون. قانون الطوارئ يا فندم، يعني شايف ان الرئيس ممكن يفكر في اعاده النظر في قانون الطوارئ؟ ايوه يا عم، والاخبار والمعلومات اللي بتتكلم ان قانون الطوارئ لن يكون كما كان في السنوات الماضيه. حتى لو عدت العالة لحاله الطوارئ هتبقى محدده بثلاث اربع نقط محدده. يعني سيظل قانون الطوارئ ولكن سيتم تقييده ويتم قصره وحصره في قضيه الارهاب والتطرف فقط. يعني هيبقى في قانون للارهاب بديل عن قانون الطوارئ؟ انا ما اعتقدش ان هم يقدروا يخلصوا قانون الارهاب في الدوره البرلمانيه الراهنه، ولكن اعتقد ان لازم هيتمد حاله الطوارئ مع تقييدها وقصرها بموافقه مجلس الشعب او قطاعات معينه بشكل قانوني. بحيث لان عايز اقول لك على حاجه يا مال وعمرو بيك، لازم ناخد بالنا ان قانون الطوارئ مش موجود في الشارع، محدش بحاسس بقانون الطوارئ، لان الحيويه السياسيه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت والناس اللي موجوده في ميدان التحرير والناس اللي موجوده قدام مجلس الوزراء والاضطرابات والاحتجاجات والاعتصامات وحركه الاحزاب وحركه البرادعي وغيره وكل ده بيعكس ان مفيش احساس بقانون الطوارئ او حاله الطوارئ في الشارع المصري بشكل كبير من ناحيه السياسه. الطوارئ استخدمت فقط في عمليه الارهاب، واستمرار الحديث عنها بهذه الطريقه يظهر ان احنا قاعدين بنستخدم قانون الطوارئ بالليل وبالنهار في الاقسام وفي الشرطه، وده غير صحيح. امال يا فندم اعتقال بعض المعارضين السياسيين يا فندم لمدد، ده بيبقى طبقا لان قانون؟ لا، عايز اقول لك على حاجه انا قلتها وحتى قلتها في محطه في الجزيره وكان معايا ليه الشبيلات وناس كثيره بتتناقش في الموضوع ده. قلت له هات لي اسم واحد
في مصر تم اعتقاله سياسيا في قانون الطوارئ. قانون الطوارئ استخدم في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وهذا ما يجب ان احنا جعلنا نفتخر بما حدث في هذا الموضوع، لان دولة زي الولايات المتحدة او الغرب عمل قرارات ودخل حروب لمواجهة هذه الظاهرة بعكس مصر. استاذ اسامة سرايا رئيس تحرير جريدة اهرام، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معنا الاستاذ مصطفى بكري.